بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد إخوتي، سأقوم بشرح موقع نيو بوكس، وهو من المواقع الربحية المجربة لدي وأنا أعمل فيه، وحققت مكاسب لا بأس بها في هذا الموقع، سأقوم بمشاركته معكم إن شاء الله. أولا أقوم بالولوج إلى الموقع، كما تلاحظون هذا هو حسابي، لدي 5 دولارات. عليك إلا الذهاب إلى View Advertisement، هذه هي الإعلانات التي سيتم الضغط عليها ومشاهدتها. سأقوم بالضغط على هذا الإعلان، عندما تخرج اضغط على هذه النقطة بالذات، ستعطيك صفحة أخرى للإعلان مباشرة، وعندما ينتهي هو لاحظ هنا، وبعد ذلك يمكنك غلق الإعلان والذهاب إلى إعلان آخر. سأجرب إعلان آخر، سأخذ اللون الأخضر. مهم جدا الضغط على الإعلانات الأربعة البرتقالية. العمل فيه هو جد سهل، يمكنك أيضا تجرب حظك مع الأد برايز. وصلت ب 8 دولارات تقريبا من جوب عندي بوانت، عندي 18436 من جوب 4 دولارات. إذا كنت تريد الربح بشكل جيد، ما عليك إلا نشر الرابط الخاص بك لجلب وافدين عن طريق الرابط الخاص بك. هذا الرابط الخاص بي، يمكنك إعطاه إلى أصدقائك أو نشره في جروبات الفيسبوك. سأقوم سأقوم بتغيير الرابط Adfly، لأن رابط المواقع البي دي سي هو محظور في الفيسبوك. ها هو الرابط الجديد. أقوم بالذهاب إلى فيسبوك مباشرة، شفت هاد خيتي اللي كتكمي، الله يعفو على الجميع، مبقى ميعجب في الدنيا. دخل الباتش، شوية في متشيف ما تكون غلط.
اف ول اي اس تي اس اف سي اس بي اكس سيس سابمن سننتم ساقوم بأخذه. سأبحث عن جروب، هذا الجروب كما يمكنك أن تقوم بتسجيل فيديو وتضع الرابط الخاص بك. تلاحظ تم نشر الرابط الخاص بي. هناك العديد من الطرق لجلب زوار مستهدفين إلى والتسجيل عن طريقك. ستقوم بالربح من عند تسجيل أي واحد قام بالتسجيل، ستقوم ستربح ستربح نسبة مئوية على كل شخص يقوم بالتسجيل عن طريق الرابط الخاص بك. إذا كنت تريد الربح كثيرا من المال، فيجب عليك يجب عليك أن تجلب العديد من الأشخاص للتسجيل عن طريق الرابط الخاص بك. إلى هنا سأقوم ب إلى هنا سأقوم ب هنا أيضا لزفر بوينت كوين بوينت يمكنك تجريبها، يمكن تجربة أي شيء في الموقع، فما عليك إلى استكشاف جميع الأشياء الموجودة في الموقع. وشكرا إخواني للمتابعة، وإلى حلقة إن شاء الله ومع شرح جديد إن شاء الله، في شرح جديد لموقع آخر. دمتم في رعاية الله، وإلى حلقة إن شاء الله أخرى.